الله عليكم يا شيخ، ما هو المنهج الذي ترونه للطالب المبتدئ؟ ها؟ المنهج الذي ترونه للطالب العلم المبتدئ؟ المنهج الذي ترونه للطالب العلم المبتدئ الذي يقال عنه؟ أرى لطالب العلم المبتدئ أن يحرص أولا على كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، يحرص عليه، يحفظه ويتفهم معناه ويعمل به، ثم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، ثم ليتخذ معلما عنده علم وعنده إيمان وعنده أمانة. كل هذه لابد تتوفر في المعلم.